رحبت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام اليوم بقرار المغرب الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الجرجرات، وصفة هذه الخطوة بالإيجابية. وقال ستيفان دوجيريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة تأمل أن ترى تهدئة عامة من حدة التوتر، وشدد على أن مراقبي بعثة المينورسو أكدوا اليوم أن العناصر المسلحة المغربية انسحبت من الجرجرات، مجددا التأكيد على أن الأمين العام يرحب بهذا الانسحاب. وفي السياق المتصل، قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم إن إعلان المغرب عن انسحاب أحادي الجانب من الجرجرات يعد خطوة هامة. وأوضحت المتحدثة أنه يتعين على جميع الأطراف احترام بنود وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل مصلحة واستقرار المنطقة. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء في سياق توافقات تنسجم مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.